بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة برحب بكم جميعا ومن سيلحق بنا في هذا اليوم. النهاردة عايزين نتكلم for better professional social achievement. هنتكلم على حاجة اسمها emotional intelligence، وهي اللي بنعرفها بالذكاء الاجتماعي أو الذكاء الوجداني أو الذكاء العاطفي. زي ما قلنا هنتكلم على الايموشنال انتليجنس، الذكاء الاجتماعي او العاطفي او الوجداني، ومحتاجين كل واحد يختار كلمه، لو حب يختار كلمه واحده فقط يحطها على صدره او على السكراب سوت لمده سنه هيختار ايه، ويختار اللون المفضل ليه من الاربعه دول، وبعدين يرتبهم حسب البريفرنس من واحد الى اربعه. بيرسوناليتي في اللغه اللاتينيه اللي هي جايه من كلمه بيرسونا تعني ماسك، وعشان كده البيرسوناليتي بتعرف على انها الماسكات المختلفه اللي البني ادم ممكن يلبسها. وزمان كانوا في الحفلات لو تفتكروا بيمسكوا الماسك ده في عصايه كده ويحطوه على عينيهم علشان ما حدش يشوف من ورا الماسك هو مشاعره بتقول ايه بالظبط. فاذا احنا البيرسوناليتي بتاعتنا بتبقى عبارة عن هذا الماسك الاجتماعي أو الوجداني أو العاطفي اللي احنا بنلبسه. فالبرسوناليتي consists of enduring habitual patterns of thinking, feeling, behaving, relating and determine our personal reaction towards العالم والناس والعيال والزوجة والبواب وكل حد. فإحنا البرسوناليتي بتاعتنا هي اللي تتحكم. علشان كده البرسوناليتي ميكينج ده اللي هو بيعمل الباك جراوند بتاعتنا هو ده اللي بيخلينا يبقى عندنا حاجه ممكن تكون بيرسوناليتي كاركتر او تريت اللي هو يفرق كتير قوي عن البيرسوناليتي ديس اوردر اللي هي بتتعرف على انها جنرال تيرم اوف ا تايب اوف منتال ايلنس ان ويتش وي ار ثينكينج ان ا واي بيرسيفينج السيتويشنز ان ا واي اند ريليتينج كل ده للعالم ان ا ديسفانكشنال واي. لكن البرسوناليتي تريت او كاركتر ممكن ابقى انا مثلا انسان حساس او موسوس لكن ما عنديش وسواس قهري، فهي دي الفرق. ده بيفرق في ان احنا كلنا عندنا واتس كولد مايند سيتس اند مايند مابس. المايند سيت هو الطريقه اللي احنا بنفكر بيها اوكي تجاه العالم اللي حوالينا من ناحيه كل حاجه بقى. وي ديفلوب ده بدري قوي، وعشان كده بتبقى ingrained زي كده التعليم في الصغر قنقش على الحجر وبنتعلمها، فهي learning process. لما نيجي نشوف learning process بتتم ازاي، هي بتتم ان احنا نعمل permanent change في behavior معين اوكي، وده بيبقى result of cumulative experiences. كل الcomplex behaviors اللي احنا بنعملها learned. في الاول تبقى مش عارف بتسوق ازاي ولازم تبص في المراية وتعمل مش عارف ايه وتبقى ملخبط ومش عارف تفتح الكاسيت، بعد كده تلاقي نفسك بتسوق وانت ما بتبصش في المرايه وبتاكل وبتشرب وبترد على التليفون ومش باصص على الدواسات ولا اي حاجه. الجراحين بيتعلموا باي اوبزرفيشن زي ما هنشوف. كل الكلام ده از ا كومبلكس بيهيفيرال اند سكيلز تشينج ذات از ليرند. فالليرنينج از ا كونتينوس لايف لونج بروسيس. ذا برينسيبل اوف ليرنينج كان بي يوز تو شيب اور بيهيفير. عشان كده احنا النهارده عاوزين نتعلم ان احنا how to shape our mindsets and change our. ففي طريقتين من الليرنينج، operant learning او operant conditional learning and social learning. الoperant conditional learning ده اتعمل by Skinner. It's a theory that our behaviors is a function of consequences. يعني انا لما اجي اعمل حاجه ممكن تكون نتيجه لحاجه. انا اتعمل لي بانشمنت فعملت ده، حصل لي فرستريشن فعملت ده، يبقى اذا البيهيفير از ا كونسيكونس ويتش از ريليتد تو سوري اتس ا فانكشن اوف ا كونسيكونس. فالاوبرنت بيهيفير ممكن يبقى ليرنينج باي ميكينج ريوردز وده بنسميه بوزيتيف ري انفورسمنت، وممكن يبقى باي بانشمنت وده بنسميه نيجاتيف ري انفورسمنت. السوشيال ليرنينج بقى اللي احنا كلنا بنتعلم بيه الاتنشنال اللي هو الاتراكتيفنس اوف ا سيميلر موديل. يعني انا بتعلم من ابويا عشان ابويا ده الرول موديل بتاعي، هو القدوه. ريتنشن هاو ويل ذس موديل كان بي ريكولد.
انا بتعلم الاشياء دي علشان بعدين هقدر اعمل لها ريكولينج. الموتور ريبرودكشن ده الجراحين بيتعلموا بيه والانف واذن بيتعلموا بيه والنساء بيتعلموا بيه. بنقعد لازم يبقى لك معلم، لازم يبقى لك منتور. انفورسمنت ده اجين اتس ذا سيم اوف ذا اوبرنت كونديشن ليرنينج، لكن الريورد هنا از اسوشييتنج ويز ا موديل اوف بيهافير ليرند ديو تو نيد. فيبقى المايند سيت هو الحاجه اللي احنا بنكتسبها ونحتفظ بيها، وهي دي اللي احنا ما بنعرفش نغيرها عصام. علشان كده انت ممكن تعمل موديفيكيشن او فاين تيونينج، لكن مش ممكن هتبقى from extreme to another extreme. في ناس عندهم المايند سيت بتاعهم ما بسلفش حد فلوس. ليه؟ يقول له والله انا ممكن اسلفك النهارده وانت تقعد تتحايل عليا عشان اسلفك، لكن لما اجي اخدهم منك هبوس ايدك ورجلك عشان تديهم لي. خلاص هو ده المايند سيت بتاعه. An employee's right should be guaranteed regardless anything. علشان كده في ناس المايند سيت بتاعهم هو بيخليهم يعملوا مشاكل في بيئة العمل. هتلاقي زميلك في العمل فاهم ان هو ده مكانه، ده الباركينج بتاعه، ما ينفعش ان هو يغير معك الشيفت، مش عارف ايه. This is a mindset. لكن another mindset is very malleable and يعني cooperative لدرجة ان هو ممكن يعمل هذا التغيير. في بعض الدول بيعملوا رياضة كل يوم، ده جزء من اللايف ستايل بتاعهم. وفي بعض الدول ما يعرفوش يعني ايه رياضة اساسا، وليه اروح الجيم، وفي حاجة اسمها جيم. فهو it's a mindset. Changing mindsets is very difficult. علشان كده الحقائق لا تغير المايندسيت. اللي بيغير المايندسيت هو الوقت والتعلم. You have to discover what mindset is an on a specific issue, then you can try to change it. وده اللي احنا بنعمله مع عيالنا. ما ينفعش ان انت تقول له قوم ذاكر، لكن ممكن تعمل حاجة تخليه يقوم يذاكر لوحده، لكن مش هتقدر تجبره على ده. الأوريجين بتاع هذه المايندسيت زي ما قلنا بيبقى من ساعة ما اتولدنا، deeply ingrained in our brains. وهنشوف دلوقتي ونرجع للألوان بتاعتنا اللي اخترناها. As a child we are developing them all the time and it's a dynamic continuous process. في البيت، في المدرسة، في المسجد، من الجيران، من الأصحاب، من القطة بتاعتي، من الكلب. We are acquiring our mindsets. Life بقى is continually shaping and refining our mindsets. بيحصل شوية modifications، تغيرات، اوكي، وده اللي احنا نقدر نعمله. لكن ايه اللي بيخلي our minds تعمل بسرعه قوي القرايه او التفكير او كده؟ اوكي، حاجه ثانيه ريليتد للمايند سيتس اسمها المايند مابس، اوكي، هنتكلم عليها حالا دلوقتي. اوكي، ليه بنفشل ان احنا نتغير؟ علشان our mindsets الكوجنيتيف unconsciousness بتاعنا مش سهل تغييره. الchanges require time، وهنعرف دلوقتي ان اي عادة عشان نغيرها محتاجين نكررها على الاقل 30 او 31 مرة او يوم. المايندسيتس are deeply ingrained، عشان تتغير محتاجة malleability to massage the issue. Our brains are constructed to change and they are having plasticity. Yes, but this process needs NLP or neuro-linguistic change or programming system. Okay? Mind maps بقى هي اللي بتخلينا احنا زي ما قلنا نفكر بسرعة او نفيل into gaps او نلاقي حلول سريعة بالقوالب اللي احنا خزناها قبل كده. يعني ممكن جدا استرجع قالب معين من الحل للمسألة الفلانية نتيجة لأنه عدى علي قبل كده. وده اللي احنا بيخلينا ما نشوفش الأشياء زي بعض، كل واحد مختلف عن التاني. انتوا بتشوفوا دي ازاي؟ في بعض الناس هتشوف الست دي على إنها ست عجوزة لو ده بقها، وفي ناس هتشوفها على إنها شابة صغيرة على إنه لو ده عينيها ودي مناخيرها. فإحنا بنشوف الأشياء كما نرى أو نحب أن نراها. المايند مابس بتخلينا نعمل الاشياء بسرعه، وتجيلك رساله فيها حروف غلط وتقراها صح، وما فيهاش نقط وتقراها صح. وعايزكم تجربوا بنفسكم، 99% من الناس بتقرا الكلمه دي مظبوط. ايس كريم از جود، زي ما انتم
كلكم تقريبا قريتوها، لكن هي في الحقيقة الحروف دي الغريبة جدا لما نغبط منها الجزء ده تطلع زي اللي فوق. معنى كده ان احنا we are using our mind maps علشان to fill gaps، وبنقرأ، وده اللي بيستعملوه الناس اللي بيتعلموا حاجة اسمها short cut reading. فإحنا برضو مش بنعرف نتغير نتيجة لهذه الأمور اللي هي المايند سيتس والمايند مابس. الناس اللي بيعملوا open heart ويكونوا بيدخنوا 90% منهم بيرجعوا للتدخين تاني، مع أنه الدكتور قال له أنه مستحيل يقبل أنك ترجع للتدخين. فالتغيير مع الحقائق لا يحدث، ما يسبب التغيير هو النيوروساينس، ان انت تقدر تتعامل مع المخ على انه وحدة كاملة، بمعنى انك تديله وقت عشان يتغير وتفكر بالتو سايدز اوف هيمسفيرز، يعني تفكر بالرايت اند ليفت برين، وده اللي هيخلينا نرجع للالوان زي ما قلنا. عندنا شوية رولز يعني بتساعدنا في الحكاية دي، لكن مش وقتها، دي نبقى نعملها في يوم تاني. جون كوتلر ده في هارفارد بيزنس سكول بيقول the central issue of business is never strategy, structure, culture, system, or environment, or anything. It's only the changing of the behavior of people. If you can change the behavior of your colleagues or people, then you can change. الـ habits بقى زي ما قلنا، عشان نغير habit محتاجين نكررها 31 مرة أو شهر على الأقل، زي مثلا إيقاف التدخين، زي اللعب الرياضة، زي الذهاب للجيم، زي قراءة الكتب، الحاجات دي. فإحنا we have to have desire to change أو نعمل حاجة، وبعدين acquire a knowledge what, how, and then to acquire the skill to do that. Then you can acquire or change a habit. أعمل لكم فواصل كده بمجموعة desserts خفيفة لطيفة. ده خوخ طبعا مع ستار أنايس، ينسون نجمة ونعناع وقرفة وسكر بني، وبيبقى لطيفة. So what's emotional intelligence? Emotional intelligence is a learned ability to perceive, understand, and express feelings accurately and to control your emotions. علشان تشتغل لحسابك ما تشتغلش ضدك. أحيانا كتير قوي المثال اللي أنا بديه للناس في الإيموشنال إنتليجنس، إن أنت موقف معين لم تفكر في الكلمة اللي طلعتها، تلاقي نفسك بتدفع ثمن الكلمة دي لفترة طويلة جدا، مع إنه كان سهل قوي إنك تكسب مش تخسر. فالإيموشنال إنتليجنس اللي بنختصره الـ EI is the ability to understand, manage your own emotions. الناس اللي عندهم high degree of emotional intelligence, they are more successful, they are more producing, they are more intellectual. بيكسبوا أكتر وبيترقوا و إلى آخره. So we need to know how we feel towards others. Is feeling is good or we are feeling bad. نبروسس الإيموشنز دي، ونبقى في عندنا حاجة اسمها awareness، وهنشوف دلوقتي السلف awareness ده أول خطوة في الإيموشنال إنتليجنس، وبعدين to manage الكلام ده، لأنه this is will lead to long-term happiness and success، وتبقى يعني survival with happiness. عندنا مقاييس مختلفة للعمر، العمر الزمني chronological age، العمر العقلي intellectual age، العمر الاجتماعي social age، العمر الوجداني بقى emotional age، اللي هو بيقارن النضج الوجداني للشخص بعمره العقلي. يعني أنا عمري 60 سنة وبأتصرف زي الأطفال في بعض المواقف، وأزعل إن صاحبي خد منه السندويتش، ولا اتأخر عليا 5 دقايق، ولا ما دخلش، ولا مش مديني الحق في إن أنا أعمل ريكوردينج للميتينج. لا طبعا. مير أنسلبي 97 قالوا إنه الانترودكشن بتاع السايكولوجي الايموشنال انتليجنس على 4 ستيبس. بعدها بسنة تقريبا جولمان خلاهم 5 ستيبس، وهنشوف الستيبس دي بعدين. ده الكتاب بتاع دانيال جولمان اللي هو قال فيه الـ working with emotional intelligence for success and happiness. ليه احنا الـ emotional intelligence مهم؟ عشان الـ changing nature of our work environment. احنا كل يوم في حتة شكل، وممكن جدا اغير بيئة العمل، وممكن يتغير الناس اللي حواليا. الدنيا بقت معقدة لدرجة ان احنا محتاجين نتعامل معاها حسب المواقف.
في كومبيتيشن عنيفه جدا، الوظائف بقت اقل كتير من العرض، اقل من الطلب. في جلوباليزيشن، يعني العولمه والانفتاح الشنيع قوي ده، تقدر دلوقتي عن طريق اللينكد ان تلاقي او تفقد او بتاع، يعني والسوشيال ميديا وكده، فالعالم كله اصبح كره صغيره جدا. في رابيد بيس اوف تشينج، التشينج عنيف لدرجه ان احنا مش قادرين نلحقه. الحقيقه كان هنا في صوره الاتوبيس اللي كنا بننط فيه زمان، فكان لازم عشان تركب الاتوبيس وهو ماشي تجري نفس السرعه، وعشان تنزل منه وما تقعش زي احمد حلمي لازم تاخد نفس سرعه الاتوبيس. فرابيد بيس اوف تشينج، رايزنج ستريس ليفلز، اتكلمنا قبل كده على الستريس مانجمنت. اظن الستريس مانجمنت مهم جدا، لانه الستريس ليفل از فيري هاي، ومن غير ستريس مانجمنت وتايم مانجمنت يو ويل بي اوفرويلمد وبذرد، ومش هتعرف تبقى كونسنتريتنج واسرتيف لدرجه ان انت يو نوت اتشيف. ايمرجنس اوف سيلف مانج كارير، دلوقتي ناس كتير قوي بتتعلم على النت. انا شفت ناس وما راحوش المدارس في دول محترمه جدا، لا بيتعلموا على النت وعلى السايتس اوف ايديوكيشن، وبياخدوا شهادات وكل حاجه، وبيشتغلوا وبيتعينوا وبيكسبوا كل شيء. ف الريكوجنيشن اوف ذا نيد تو ماكسمايز اور انديفيدوال بيرفورمانس اصبح يعني زي ما بيقولوا ضروره ملحه علشان نوصل للاي كيو والاي كيو اللي هو بيساوي في الاخر سكسس، الذكاء العقلي مع الذكاء الاجتماعي او الوجداني. نسيب الحته بتاعه البيزنس دي. اي ليدر لو كانش عنده ايموشنال انتليجنس هي كان نوت مانج هيز تيم، ولا هي اتشيف الفيجن او الميشن بتاعه او الجولز بتاعه الاورجانيزيشن اللي هو شغال فيها. الحقيقه دي او الرول موديل، او انا بعتبر نفسي زي دي كده سفنجه زي بتاعه المطبخ او اللي بنغسل بيها العربيه. This is my role model. ليه؟ انت absorb everything whatever you can absorb، اقرا شوف اتعلم اسمع، وبعدين squeeze انطلع كل حاجه في المكان بتاعها وفي المكان المظبوط. يعني انا لو مليت السفنجه دي ميه في الحوض وانا بعمل المواعين مثلا، وبعدين خدتها ورحت دايس عليها في الارض غرقت الدنيا، لكن ليها مكان. فاذا absorb and give whatever you can، وده اللي هينقلنا للألوان اللي احنا بدأنا بيها. ده كورس معين كده اسمه Know Yourself, Know Others. Without knowing yourself, you will never know others. ليه؟ لأن احنا لازم زي ما قلنا نعمل الـ Whole Brain Thinking. عندنا Two Hemispheres، كل واحد تقريباً يعني تقريباً نص كيلو لربع، وكوربس كالوزم يعني أكتر من أي كابل بحري ولا هوائي ولا whatever خلق ربنا. 100 بليون نيورونز، كونكشنز رهيبة جدا جدا، بلاستيسيتي بتاعت البرين زي ما قلنا. لكن في الآخر إحنا we are right or left brain، وعندنا what's called cerebral and brainstem brain. في ناس بتشتغل بالcerebral level وفي ناس بتشتغل بالbrainstem level، ودول الناس اللي هم بيهبشوا وبيتخنقوا وبيزعقوا ومعندهمش emotional intelligence. لكن كمان الناس اللي عندهم سيريبرال برين وبيشتغلوا بالبرين بيفرقوا في انه كل واحد منهم ممكن يكون رايت او ليفت، وممكن كمان يكون رايت ابر او رايت لور، ليفت ابر او ليفت لور زي ما هنشوف. ده بيؤدي بينا الى ان احنا بيرسوناليتيز مختلفه، بنتقسم الى الكلاسترز دي. كلاستر A بيرسوناليتي، الناس دول اللي هم بارانويد سكيزويد سكيزوتايبل، دول مش ديس اوردرز، دول بيرسوناليتي سوري دول ديس اوردرز مش البيرسوناليتي اللي اتكلمنا عليها في الاول. الكلاستر بي انكلودز الانتي سوشيال بوردر لاين نارسيسستيك اند هيسترونيك اللي هي كان زمان بنسميها الهيستيريكال، والكلاستر سي اللي هم الافويدنت الناس الديبندنت الناس اللي بيتجنبوا السوشيال ايفنتس واللي عندهم سوشيال انزايتي ديس اوردر، وفي الاخر الاوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر. دول الأربع تربع اللي قلنا عليهم، نرجع كل واحد يفتكر يختار أي لون. سيريبرال الناس اللي فوق أبر رايت وليفت، بنصحى الصبح بالرايت برين، عشان كده لازم نصحي الليفت برين. في ناس مش بتصحي الليفت برين إلا بعد القهوة، في ناس مش بتصحي الليفت برين إلا بعد ما يشتغل حاجة عقلية، عشان كده اليابانيين فكروا في السودوكو، ولازم نعملها الصبح مرة لو كنا عايزين نصحي الليفت برين، عشان
لو المدام طلبت منك فلوس الصبح ما تتخانقش معاها لانك لسه ما صحتش الليفت برين. اوكي، الناس الثانيه بقى اللي هم اللور ليفت ورايت اللي هم الاخضر والاحمر اللي فوق دول عقلانيين بيفكروا بالمعادلات والارقام والفاكتس، واللي تحت دول ناس انستنكتيف جت فيلينج ايموشنال مشاعريين. كل واحد من دول له مواصفات زي الكلمات اللي احنا اخترناها في الاول خالص، كل واحد يربط الكلمه اللي اختارها ويحطها على التيشيرت بتاعه مش باللون بقى، بالمعنى بتاع اللون اللي هو الازرق رياليستيك فاكتيشال انتلكتشوال، والاصفر ايدياليستيك، الاحمر جات فيلينج اند ايموشنال، والاخضر سنسبل اند اورجانيزد. تمام، على ضوء كده الناس دول ليهم مواصفات ايضا دي مردودها الى الكلمات اللي اخترناها، وكمان بينفعوا في بعض الاعمال اكتر من اعمال اخرى، لكن ده مش مسلم بيه، لكن ممكن نتغير. بمعنى ان احنا كل واحد ممكن حسب لونه يقدر ينتقل من هذا المربع الى مربع اخر، او يزود من الازرق او يزود من الاحمر حسب. انا هنا الطريقه هسيبها لكم تشوفوها في البرزنتيشن، لكن عايز اقول ان الفريكوانسي اوف ذيس تيبيكال بروفايلز في الكوميونتي في البوبوليشن، الناس اللي عندهم كوادريبل دوميننس يعني الاربعه الوان موجوده عندهم، دول يعتبروا اكتر حاجه. يجي وراهم الناس اللي عندهم سنجل دوميننس، يجي وراهم الدبل دوميننس والتريبل دوميننس. فكل واحد مننا عباره عن تركيبه من لونين او ثلاثه في معظم الاحيان. الناس اللي لون واحد دول ناس قليلين جدا ومش بيعرفوا يتعاملوا. ليه؟ لان هم ريجيد، they are contained in their color. اوكي، عشان كده احنا بنختلف في طريقه حل المشاكل بتاعتنا. الناس الرايت موديل دوميننت برين بيفكروا ببطء، بيحبوا يشوفوا الصوره كبيره، بس لازم يبقى عندهم انالوجي او ميتافور اللي احنا قلنا عليه في الليرنينج، اني انا بيبقى عندي قوالب الحل ده عايز اطلع حاجه زيه قبل كده عشان احل زيه، لكن ما اعملش انوفيشن، ما اعملش كرييشن. الناس الليفت مود دوميننت بقى دول ميثودولوجيكال، ممكن يفكر خطوه بخطوه وبعدين يعتمد على الديتيلز والفاكتس ويجدج عشان يقدر يحل المشاكل. اينشتاين قال ان الكريوزيتي از اتس اون ريزن. فعلا لو كل واحد مش بيفكر في الحاجه بهذه الطريقه عمره ما هيطلع اختراع او هيطلع بحث. عشان كده في ميزتين كبار قوي في الذكاء الوجداني اللي احنا هنبداه دلوقتي حالا، انه هامش التطوير في الذكاء الوجداني اوسع بكتير من الايه، من هامش التطوير في الذكاء العقلي. ثانيا انه الذكاء الوجداني او اللي هو المشاعري ده بيأثر كتير قوي في نجاح الانسان، اكبر بكتير قوي من الذكاء العقلي. ويمكن اتكلمنا قبل كده في السوفت سكيلز والهارد سكيلز. الهارد سكيلز متعلمها في المدرسه، لكن السوفت سكيلز دي متعلمها في المجتمع، متعلمها بالخبرات. دول بيسموهم اليونيسيف الامبلويمنت سكيلز، يعني انا من غير هذه المواصفات ما انفعش في الشغلانه الفلانيه. ممكن يبقى عندي شهادات كتير قوي بس اكون بعامل العيانين وحش جدا، فما بقاش دكتور ناجح. ده الديزرت الثاني، ده تين طبعا مع حاجه اسمها جوت تشيز، وممكن يتحط بدلها حاجه اسمها جورجنزولا تشيز، وديزرت حلوه جدا بعد السمك واللحم. ايه بقى الفايف ستيبس اوف ايموشنال انتليجنس؟ اكوردنج تو ذا جولمان، دانيال جولمان، دي الرسمه بتاعت الكتاب بس انا عملتها اوضح شويه. في عندنا انر انتليجنس واوتر انتليجنس. الانر انتليجنس ثلاث حاجات هنتكلم عليهم، والانر الاوتر انتليجنس اثنين. فالانر سيلف اويرنس، ابقى واعي لنفسي، حاسس بمشاعري، اشوف بعمل ايه، واللي بيطلع ده اقدر اعمل له مانجمنت، وكمان يعمل لي هو موتيفيشن، يبقى ابقى سيلف اوير، ايموشنز مانجمنت، واعمل سيلف موتيفيشن. الاوتر انتليجنس اللي هو التعامل مع الخارج، حاجتين، ريليشن شيب مانجمنت، وده اللي بيخلينا ننجح في علاقه او زواجه، ولا الحاجه الاخيره ايموشنال كوتشنج، ان انا اقدر اعمل كوتشنج، اوجه مشاعري في الاتجاه اللي انا عايزه. الستيب الاولى هي السيلف اويرنس. ما معنى سيلف اويرنس؟ ان انا ابقى اوير، اولويز اي نو هاو اي فيل towards others، towards situation، towards a position. ايه نقاط القوه بتاعتي، ايه نقاط الضعف بتاعتي،
لازم أكون شايف clear picture of holistic approach عشان أقدر أبقى عندي هذا self awareness. ف how we see ourselves وكمان إزاي الآخرين بيشوفونا، يعني في عيننا وفي عين الناس التانية. الجولز هي إن أنا أحصل على immediate and long term benefit والbeliefs about ourselves. أنا عندي ثقة في نفسي ولا لأ، عندي self esteem ولا لأ، عندي ثقة في إن أنا أقدر أعمل ده ولا لأ، محافظ على values والقيم اللي أنا تعلمت عليها وتربيت عليها الدينية والأخلاقية والاجتماعية ولا لأ. ولازم يكون عندي درايفرز. الدرايفرز دي هي الموتيف الداخلي الحقيقي اللي بيخليني أعمل ده، وكل ده بيكون في إطار رولز وقوانين وبايلوز بتحكم هذا الأمر، سواء كنت في مستشفى أو في أورجانيزيشن أو whatever. كمان في حاجة اسمها ريفليكشن أو سيلف توك، إن أنا كل يوم بالليل أتكلم مع نفسي، أشوف عملت إيه النهاردة، أكتب، أطلع لجوايا، أتناقش مع نفسي، عشان ده اللي بيخلينا نعمل الإصلاح أو السيلف ريكفري اللي إحنا عايزينه. Some of our inner drivers are hidden from our consciousness. وده بيبقى نعمة من ربنا، إن إحنا عندنا حاجات ممكن جداً تكون هتضرنا فمختفية في هذا العقل الباطن. فأور emotional intelligence بيؤكد ويحتم إن أنا نعرف الهوت باتونز دي، إيه هي الزراير اللي لو فلان داس عليها يخليني أنفجر أو أنفعل أو أعمل مشكلة. طيب لو عرفتها دي هتخليني بعدين أقدر أتحكم في هذا الأمر علشان يبقى لصالحي مش ضدي. أوكي؟ فالسيلف أويرنس برضو أنا عملتها بطريقة أفضل شوية من الكتاب، اللي هي دي لو أنا في النص في هذا المكان. أوكي؟ بيبقى عندي السيلف توك اللي قلنا عليه، عندي بيرسونال ستايل بتعامل بيه مع الناس، بيتحكم فيه our beliefs and raising والأبرينجينج والتنشئة بتاعتنا، عندي emotions بقدر أعرف الهوت باتونز بتاعتي، إيه اللي بيضايقني إيه اللي ما بيضايقنيش، وإذا كان الشخص بيضايقني يا إما ببعد عنه يا إما بلاقي طريقة للتعامل معاه. وبعدين لازم يكون عندي self confidence. عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا بكتسب معلومات، بكتسب مهارات، فلازم يكون عندي knowledge. هذه النوليدج تؤدي إلى skills زي ما قلنا علشان أغير habit معينة. My fears and anxieties لازم أعمل لها management. الحاجة اللي بخاف منها لازم أتغلب عليها، وده اللي بنعمله في CBT أو Cognitive Behavioral Therapy اللي إحنا بنعمله كجزء من هذا التمرين أو الworkshop. الدرايفر بيهيفيورز بقى، إيه الحاجات اللي بتخليني أعمل أو تمنعني من إن أنا أعمل، يعني إيه الحاجات الموتيفز اللي بتخليني أعمل ده. وزي ما قلنا كل ده لازم يكون في إطار رولز باي لوز موجودة بتحكمني علشان أبقى إنسان سوي. الإكزامبل إنه طبعاً أمثلة كتيرة قوي قوي، لكن لو أنت تسألت إنك تعمل حاجة، مثلاً رئيس القسم كلفك تعمل حاجة، لكن هذه الحاجة أنت شايف إنها تكلفة بدري شوية، أو أنا ما عملتهاش قبل كده فخايف من النجاح أو عدم النجاح، فبعمل مع نفسي سيلف توك، بقول والله أنا كويس أو مش كويس، لو عندي ثقة في نفسي وسيلف استيم عالي هعملها. عملتها والحمد لله طلعت كويسة، بس لما رحت أقول للراجل ده إن أنا عملتها، للأسف الشديد he didn't praise me ولا اداني الموتيفيشن الكافي وما شجعنيش ولا قال لي حاجة. فطبعا ده بيؤدي إلى emotion. هذه الإيموشن ممكن تؤدي إلى behavior، يعني أنا ممكن أزعع أو أتكلم أو أعمل حاجة، لكن الحقيقة لازم أعمل إيه؟ برضو self talk clicks and reinforce your belief that you weren't good enough. ده بيخليك يا إما تحبط نفسك وتقول أنا ما كنتش كويس أو أنا ما عملتش فعشان كده ما قاليش، لكن ممكن أكون عندي الثقة الكاملة إن أنا كنت كويس جداً واللي بيحصل ده عكس الحقيقة، وبالعكس أنا مش هبطل أعمل كده، لأ ده أنا هعمل كده تاني وتالت to excellence الإيه الـ performance بتاعي. فعشان نبقى self-aware إزاي ده بيحصل، لازم to identify الفلترز الهوت باتونز، your emotional diary، ايه اللي بيعجبني، ايه اللي بيريحني، ايه اللي بيبسطني، ايه اللي بيضايقني،
الأشخاص، الأفعال، الأماكن، الحاجات دي كلها. فعشان نعمل ده ثلاث خطوات لطيفة جدا: tuning into your senses, getting in touch with your feelings, and knowing your goals. الحقيقة أهم واحدة هي إن أنا يبقى عندي goals واضحة، والgoals الواضحة لازم تكون smart، لازم تكون timed وmeasurable وsimple، وممكن تبقى أكتر من objective في الآخر يحققوا الgoals بتاعي. فلو قلنا إن إزاي نعمل tuning into our senses، بالكتابة لازم تعمل reflection، لازم تقعد دايما بالسلف توك دي والحوار، ان انت تطلع اللي جواك، تشوف ايه اللي انت يعني حسه تجاه فلان، تجاه الموقف الفلاني، تجاه الاستاذ الفلاني كده. لازم تعرف الهاي جاكينج بوينت بتاعتك، اللي هي زي ما قلنا البرين ستيم برين، او ان انا اهبش او ازعق او اشخط او كده. لازم ابايباس الكلام ده، اوكي، بان انا احول نفسي من البرين ستيم الى الهاير سنترز اوف ذا برين، تمام، افكر سيريبرال بقى. ده will help us to move from what you think you see to what you actually observe. ودي الصوره اللي انا وريتها لكم قبل البرين مابس، اللي هي البنت العجوزه والصغيره. لازم اكون انا عارف بشوف ايه، وفعلا دي الحقيقة ولا ده اللي أنا كنت حابب إن أنا أشوفه عشان كده بوهم نفسي. For this purpose, an emotion can be seen to consist of four elements. إيه هما؟ الإلمنت الأولاني what we think, what we feel, how our bodies react, and how we behave. يعني ساعات بنشوف موقف، أوكي، نتيجة للتفكير بتاعي الموقف ده أنا هفسره غلط، الإيموشنز بتاعتي هتتغير لدرجة إن أنا ممكن أضرب مثلاً اللي بيعمل الحكاية دي. يعني مثلاً ولد رابط قطة ولا حاجة وأنا متضايق من الموقف ده، لكن أنا مش عارف هو ده ليه حاصل، فمن غير ما أستكشف الأمر ده بروح أنفعل، أوكي، وبعدين أرياكت بقى فيزيكالي، إن أنا ضربات قلبي تزيد، أعرق، أجري وراه، فيلينج تنس، أضربه. ممكن يحصل مع عيالنا، ممكن يحصل مع البواب، ممكن يحصل مع زميل. How we behave بعد كده، ان احنا we have to find out احنا في الموقف الفلاني بنتصرف ازاي، اوكي، وده اللي احنا يعني بنشوفه مثلا في مباراة ملاكمة، اوكي، واحد فضل يتضرب فمش عارف يلاقي حل لسه، فيعمل ايه؟ يقوم واخد التاني في حضنه ويمنعه من ضربه زيادة، أوكي. لازم يبقى عندي هدنة علشان أقدر أوصل لأفكار تحللي هذه المشكلة. تاني حاجة to get in touch with your feelings. إحنا مهم قوي إن إحنا مع إنه our feelings دي are internal، لكنها دايماً بتبقى accompanied بعلامات، العلامات دي برة، فأنا ممكن أشوف العلامات دي فأعرف أنا حاسس بإيه. فمثلاً يعني لو أنا عملت الفيلينج دايري بتاعي ولقيت ان انا لما بشوف فلان ده بتضايق، لما بشوف فلان بنبسط، لما بشوف فلانه بيحصل لي انبهاج. هذه الامور كلها بتخليني اقدر اقول والله انا الاحساس ده معناه ان لما بشوف فلان بيحصل لي كده، لما بعدي في الشارع الفلاني بيحصل لي كده، الشارع ده الصبح الفجر وانا رايح اصلي فيه كلاب بيحصل لي كذا. فالحاجات دي بعرفها نتيجه للرياكشن اللي انا بشوفه فيزيكالي، مع ان هي internal feeling. Okay. So our goals are to concentrate on the goal as short term and long term. ودايما ده اللي بيحقق الاهداف، ان انا اخلي الجول متقسم الى smaller objectives واخليها short term على المدى القصير او على المدى البعيد، او اللي احنا بنسميه strategic goal. وزي ما قلنا كله في الاخر لازم يبقى measurable عشان اقدر اقول انا حققت ولا لا. يعني ما ينفعش أقول إن أنا هخلص الأناتومي السنة الجاية، لا، أنا أقول هخلص الشابتر الفلاني الأسبوع الجاي، هخلص الصفحة الفلانية اليوم الفلاني كده. لازم يبقى فيه شيء واضح، أوكي. فعشان كده نعمل بروجيكتس بقى. البروجيكتس دي ممكن تبقى على مدى أسبوع، على مدى يوم، كده. بنحس إمتى بنبقى فيج، إمتى بنبقى assertive، محددين جداً، ونقدر نخلي ده يبقى reinforced
بان انا بدل ما احس دايما ان انا فيج لا احس دايما ان انا اسيرتيف، اقدر اقول لا ساعه ما يكون محتاج اقول لا، اقدر اقول اه للناس اللي انا بحبهم وبحس معاهم بالمشاعر اللطيفه، والناس الثانيه اللي مش لازم يبقوا حواليا اللي هم النيجاتيف بيبل اللي بيخلوني اغطس مش اطير، دول ما ينفعوش، لازم تتريم اوت واشيلهم من ايه من الحياه. لو احنا قررنا ده ف you want to impress your associate with your ability to help us help them out okay. وللاسف الشديد ده بيضيع وقتنا، ما بيخليش عندنا اولويات. صاحبك الانتيم بيجبرك احيانا انك تعمل شيء انت مش المفروض تعمله، ولا هو emergency ولا important، نتيجه لكده انك بتقول له اه على اي حاجه، فده بيخليك دايما under stress. If you are assertive and clear on your objectives and goals, then you can reach your desired goal. طيب what are the implications بقى؟ ايه يعني احنا زي ما قلنا كل دول هيؤدوا بينا الى ان احنا يبقى عندنا هدف واضح، assertive, clear sense of direction, and we are achieve approval. We have approval that we are going to achieve because we are confident. احنا بنعمل الصح. بنقدر نلخص الكلام ده بالكلمة الأكرونيم دي اللي هي BOSIE. اعمل positive statement، اكتبها. Own by you، لازم تكتب ان انا اللي كاتب دي بتاعتي انا، مش واخدها من عند حد. Sensory based، يعني بيغذيها الاحساس بتاعي او هي بتغذي هذا الاحساس فبتؤدي الى reinforcement زي ما قلنا. Intention preserved، اوكي انا هكسب ايه من ورا ده؟ عشان كده دايما احنا بنسميها by intention، يعني انا النية موجودة، ده اللي بيخليني اروح اشتري. يمكن اديتكم مثال قبل كده، اللي راح يشتري شوز فرصته انه يشتري شوز 3%، اللي راح يشتري شوز بني بكعب برباط لميع فرصته 90% انه يشتري. الاي ايكولوجي، تشيك بقى كل الحاجات المحيطه بالموضوع. ريممبر ذات وي ار اكزيستنج ان ا سيستم، عندنا فاميلي، عندنا فريندز، عندنا عمل، عندنا مصاريف، عندنا ستريسز، عندنا كمان اوتكم عايزين نطلعه، فمحتاجين كل ده يبقى ايكولوجيكالي انتر اكتيف مع بعض. ده نوع لطيف من الديزرت، ماسكربوني تشيز ستروبيري اند بلساميك فينيجر ويز مينت، لطيف جدا جدا بعد الاكل التقيل. بعد اذنك يا شديد السلايد برزنتيشن، بعد اذنك. مش واضح دلوقتي الشير وقف ولا ايه؟ طيب خليني اقول ستيب 2. لا وي كان سي، نو 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 يو ار شيرينج، اي ثينك اتس مشكله عند عصام. اي كان سي ذا سلايدز كوايت ويل ناو. اوكي Yeah, I can see it very well. طيب تمام. It's clear. تمام. الخطوة الثانية of الانترنال اللي قلنا عليها الايموشن مانجمنت. ازاي اتحكم في مشاعري؟ There is nothing either good or bad. احنا اللي بنعمله good or bad. زي ما قال ويليام شكسبير في هاملت. تمام؟ احنا اللي بنعمل ده. عشان كده managing our emotions effectively involves controlling those emotions. up productive behaviors، يعني لازم نخليها تبقى productive for us مش destructive for us، وده الفرق بين destructive thinking والproductive thinking. You might feel great winning a shouting match. كتير قوي الناس بتفتكر ان هو لو زعق لحد ولا رفع ايده عليه ان هو كسبان. This is a short term gain، لكن الحقيقه there is a lost and a loss which is potentially موجود في هذه الـ negotiation او الـ conversation. اوكي وده اللي بيخلي كتير قوي من الـ relationships تفيل زي ما هنشوف. الناس بتحس بينا واحنا على التليفون، احنا بنتخانق او بنزعق، مبسوطين او متضايقين. اوكي وده اللي بيخلينا نحس ببعض. ف to manage our emotions بنعمل change interpretation change and response change. اوكي بعدها نقدر نقول والله احنا feeling الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. تمام. الداينامكس اوف ايموشنز بتبقى A B C.
real activating event, belief, interpretation, and consequences. زي ما قلنا موقف، هذا الموقف يؤدي إلى ترجمة الموقف عن طريق الخبرة بتاعتي والتعليم بتاعي، بعمل لها interpretation، ممكن تبقى غلط أو صح زي ما قلنا، وزي ما قال شكسبير بنشوفها إزاي. بعد كده دي تؤدي إلى consequences. أوكي، يعني أنا شفت ابني واقف مع حد مثلا مش أنا مش حبه أو مش مبسوط منه، أوكي، بس ما عرفش كانوا بيتكلموا في إيه، أحط اعتبارات وأعمل أفعال على ضوء ده، لكن ما بجيبوش وأقعد أسأله وأشوف هو إيه الموقف بالضبط. الأشياء ليست كما تبدو، الأشياء كما نحب أن نراها، فإحنا اللي بنشوف الأشياء. عشان كده لازم نتعلم what's called worry buster technique، وده اللي احنا بنعمله لما نيجي نعمل presentation لأول مرة ولا حاجة، أو خايفين من موقف معين. أوكي، لازم نلاقي تكنيك يخلينا ما نتعاملش بالبرين ستيم، يعني نشيل القلق والتوتر اللي موجود، العرق اللي بيخلينا ساعات ما نعرفش نكتب، أو الرعشة اللي بتخلي صوتك مش لطيف. كل الكلام ده ممكن نلاشيه أو نشيله بالworry buster technique. We have to find the evidence for the way I'm thinking that. أنا ليه بفكر كده؟ هو أنا ليه بخاف من الكلاب؟ هو أنا ليه بخاف من الأستاذ بتاعي؟ إيه اللوجيك behind ده؟ أنا ليه بانتربريت الموقف ده على إنه كده؟ ليه أنا بفقد أعصابي أو بقول ده أو ما بقولش ده؟ أوكي؟ أنا من الموضوع ده هكسب ولا هخسر؟ ولو عملت كده المكسب زي ما قلنا short term ولا long term؟ What would be the worst؟ يعني إيه اللي ممكن يحصل أقصى شيء، أسوأ حاجة في التاريخ، يعني لو أنا مثلا ما روحتش الموعد الفلاني أو ما رضيتش أقبل الدعوة الفلانية. What can I learn from saying or doing this؟ كل الحاجات دي مهمة، هنلخصها في كلمة بعد كده عشان نقدر نسهلها، لكن أنا I have to إن أنا أربط التاسك بالسيتويشن. عشان كده احنا زي ما قلنا في البرزنتيشن، ساعات لما يبقى فيه worry نمسك حاجة في ايدينا ندوس بيها على ايدينا جامد عشان تعمل pain inflection، او مثلا كرة بتاعت الاسترس علشان تقلل الاسترس. فابلاينج الworry buster technique ده بيسهل علينا ان احنا لما نتعرض لنفس المواقف دي، اوكي، لا نتعامل بنفس التكنيك، بالعكس يحصل amelioration ونتعود، وبعد كده يبقى زي ما قلنا الفايت اند فلايت ريسبونس ده ما يضايقنيش، بيحصل في خلال الست ثواني الاولى فقط، ولذلك لازم اتنفس بعمق، اعد لغايه ما تعدي هذه الست ثواني، وبعدين ابدا اريسبوند. ما ريسبونش على طول عشان ما اعملش الهاي جاكينج او البرين ستيم ريسبونس اللي قلنا عليه. دي اسمها اوبرا كيك. اوبرا كيك دي واحده من افضل الكيكات اللي فيها نتس وفيها شوكليت وفيها كراكرز وفيها موس شوكولات. ثالث حاجة السلف موتيفيشن. أنا لو عملت emotion management وسلف awareness علشان أقدر أعمل اللي المفروض، محتاج إن أنا أعمل motivation لنفسي، أخلي فيه دافعية. إزاي أحفز نفسي؟ motivation لازم بيجي من الكلمة move in Latin، معناها إن أنا إزاي أنقل نفسي من نقطة لنقطة، أتحرك للأمام، أتقدم، أبقى promoted. أوكي، فالهيومن being is goal oriented. إحنا دايما اللي بيحركنا هو الأهداف. Our goals with commitment, passion, energy and persistence will lead to our success. أوكي، فالself motivation is very very important. ناخد الكلمة same علشان نفتكره، الS for self talk، كلم نفسك، شوف أنت ليه بتعمل كده، ليه ما بتعملش كده، ليه النهاردة عملت كده؟ ليه تكلمت كده؟ Build effective support network. لازم تحوط نفسك بالـ A person، الناس البوزيتيف اللي هم بنسميهم A circle. كان في حد بيتكلم من الناس بتوع الـ self development بيقول إن أي طيارة عشان تطير محتاجة أربعة forces. Force اسمها الـ push أو تدفعها للأمام، والفورس الثانية ترفعها للأعلى، وفي اتنين تانيين الدراجينج فورس بتاعت الجاذبيه والويت بتاع الطيار. فاذا انا ما عنديش الفورسز تو بوش والناس اللي حواليا مش بوزيتيف، دول نيجاتيف انرجي هتخليني ارجع لورا.
تالت حاجة الام، الام منتور، لازم يبقى لك منتور، لازم يبقى لك حد تنظر له كرول موديل، اب، استاذ، شيخ. واحنا كاطباء الحقيقه المنتور رول فيه عالي جدا جدا. كرييت كوندكتيف او كونديوسيف انفايرمنت، لازم يبقى عندي الوسط اللي انا فيه يكون برودكتيف وكمان بيوصل. يعني ما ينفعش ان انا ابقى قاعد في مكان التهويه فيه مش كويس، او ما بسمعش الميوزك اللي مثلا بتخليني موتيفيتد، او ما بلعبش الرياضه اللي كذا، او قاعد في ضوء ضلمه مع انه المفروض يعني في حاجات كتيره قوي ممكن استعين بيها، كلها الحقيقه سنسز. لازم نعرف انها احاسيس بتتعامل على السنسز بتاعتنا، دي بتعمل لي هذه الموتيفيشن. وي هاف تو ادوبت بوزيتيف سيلف توك، دايما ما تحبطش نفسك. فاكرين الفيلم بتاع انا طويل مش قصير عذر، اوكي؟ ده معناه ان انا I have to talk positively to myself. وعشان كده واحده اسمها اميكا دي، برضو واحده سايكولوجيست مهمه جدا، بتقول fake it until you make it، لكن في النهايه try to fake it until you will be it. لازم تبقى انت هذا الشيء، تفضل حتى لو في الاول هتتحايل على نفسك، اوكي؟ والنبي عليه السلام قال ايه؟ يعني تباكوا حتى تبكوا. فلازم نتاثر بالاشياء علشان نقدر نعملها. زي ما قلنا build your own team، يبقى حواليك تيم والمنتورز، inspirational mentors، والفلو الطريق بتاعي لازم عندي دايما evaluation، انا ماشي ازاي؟ رايح فين؟ هيدنج ناحيه ايه بالظبط؟ اوكي. ستيف كوفي بيقول في الكتاب بتاع العادات السبعه للناس الاكثر كفاءه ونجاح في العالم، انك انت لازم تشاربن يور سو، لازم تحد المنشار بتاعك. يعني لازم صحتك تبقى كويسه، بتنام كويس، بتشرب كويس، بتاكل كويس، الناس اللي حواليك كويسين، بتلعب رياضه، الكلام ده كله. ف بينج هيلثي از هيلفول، لازم يبقى الضوء كويس. الناس اللي بتتحبس في اوضه ضلمه بتطلع عمياء بعد سنين. لازم يبقى التهويه كويسه، لو في صوره بتعمل لي انبهاج احطها، لو في موسيقى معينه لايت ميوزك او انيجماتيك ميوزك احطها، في كلمات حلوه بتعمل لي موتيفيشن او كوتس او فريزز اكتبها زي ما قلنا، وتبقى يور اون ووردز، وتبقى اورجانيزد علشان تبقى واضح. مكتبك مترتب، كتبك مترتبه، هدومك مترتبه، العربيه بتبين شخصيه البني ادم. الواحد لما يدخل عربية بتاعت حد يلاقيها مكركبة ومش نظيفة بتاع، غير العربية اللي حلوة وريحتها حلوة ونظيفة وإلى آخره. طبعا أبو الأشياء كلها التراميسو، دي النسخة الفرنسية بالليدي فينجرز. الانتر بيرسونال بقى، الاثنين الأخرانيين، أوكي؟ الانتر بيرسونال انتليجنس اللي هم ليه الريليشن شيبس بتبوظ أو بتنجح، وليه بتبقى لونج تيرم ريجيد وسوليد ريليشن شيب او ما بتبقاش، تمام؟ فاول حاجه ريليشن شيب مانجمنت. The ways that people treat us are reflections of the ways we treat ourselves. الناس مش هتعمل لك غير اللي انت بتعمله لنفسك. اذا ما كنتش بتحترم نفسك الناس مش هتحترمك. اذا ما كنتش بتاخد بالك من اللبس ومن الصحة ومن الشكل ومن الطريقة وهو إلى آخره، الناس مش هتعمل لك. فيو هاف تو فايند أوت إنه اللي أنت بتاخده هو نتيجة أفعالك وكلامك. Coming together، اثنين أو أكتر من الناس لما يجتمعوا ويبقى في بينهم تبادل منفعة، هم دول اللي بيعملوا relationship. عشان كده types of relationship يا إما personal partnership، friendship، أو relationship في العمل أو بيننا وبين بعض كزملاء. يعني ليه بنجتمع على علاقة؟ ممكن يبقى common بس كده sense إن إحنا نبقى مع بعض ونقعد ونخرج وننبسط، أو إن إحنا sense of belonging لحاجة معينة، بننتمي لحزب، لفئة، لدين، لكده. establish a support system،
بنعمل support to each other, build our identity. الحقيقة إحنا بنتأثر قوي بالناس اللي حوالينا, علشان كده لما تكلمنا في الفرمونز إحنا في كيمياء بتطلع من كل شخص في المجموعة ممكن تأثر على شخص آخر جوه المجموعة. البيرسونال ديفلوبمنت, كل واحد بيتعلم من أي حد زي ما قلنا, صغير أو كبير, عشان كده إحنا نتعلم من بعض. فكل واحد مننا في العلاقة أو في البارتنرشيب ده بيأثر في الآخرين بالفايدة. So reasons why we get together, we have to have love, بندور على الحب, أحياناً to enhance senses of common purpose, أحياناً to develop senses of teamwork, والteamwork ده حاجة مهمة جداً, produce or make production of a service, project شغالين عليه وكلنا تيم واحد, أو الشركة بتاعتنا دي بتاعتنا احنا الاثنين عندنا شراكة كده يعني. Each person is unique. People interact spontaneously as a function of their thinking preference. Ned Herman اللي هو بتاع whole brain thinking اللي احنا قلنا عليه بيقول كده, بيقول انه احنا كل شخص يعني له خصوصية متفردة جدا جدا, ولكن احنا بنتفاعل مع بعض على حسب طريقتنا في التفكير. عشان كده العشر قوانين دول مهمين قوي علشان هذه العلاقات تنجح. لازم ما ننتقدش الناس, لازم نوقف هذا الانتقاد ولا نشكو. الناس اللي بتقعد تشتكي كتير او اللي يجي لك البيت عشان يقول لك كل مشاكله, الشخص ده بيسيبك بنيجاتيف انرجي رهيبة جدا, وتلاقي عندك الكهرباء بتاعك اتغيرت, شيله من حياتك. اوكي, طبعا ده الراجل ديل كارنيجي اللي قال الكلام ده. اتنين, make people feel understood. لازم عشان اللي قدامك يحبك ويعمل اللي انت عايزه وتقدر تمانج الريليشنشيب دي, لازم يحس انك فاهمه, او انت تقول له ان انت فاهمه بالهيد نودينج, بالابتسامه, بالاي كونتاكت, بالكلام ده كله. اوكي, مفيش احسن من انك تبقى سيمبل علشان تتفهم, زي ما قال ليو تولستوي. Hear what's being said, يعني لازم نقرأ اللي بين السطور. الحاجات اللي ما بتتقالش في وسط الكلام وموجودة جوه المعاني بتحدد احنا هنتعامل ازاي, فمحتاجين نعرفها. اوكي, recognize that we perceive things differently, وده اللي احنا قلناه في سورة الست. Treat people as if they were what they ought to be, يعني لازم تعامل الناس زي ما هم يستحقوا وزي ما انت تستحق انك تعاملهم. المثل بيقول يعني اصنع المعروف في اهلي وفي غير اهلي, فان صادف اهله فهو اهله, وان لم يصادف اهله فانت اهله. People can't read minds, الناس مش بتقرا العقول, مش كل واحد عنده هذه الفراسه. علشان كده اللي حاسس بيه قوله, بتحبه فلان قول له, بيضيع لك وقتك قول له, او مش هتقدر تعمل له ده قول له لا المرة الجاية, أو في واحد تاني أحسن مني يعمله لك, لكن خليك صريح وواضح. أوكي, الآي كونتاكت مهم جدا. Talk to each other not about each other, يعني مفيش داعي إن اللي بينه وبين حد حاجة يتكلم من وراه, يقول له يقعد يتفاهم معاه, سواء كانت العلاقة دي زواج ولا صداقة ولا قرابة ولا أي حاجة. Think before you speak, ودي الأكرونيم اللي أنا قلت لكم عليه, إن إحنا لو خدنا الست ثواني الأولى دي عشان نفكر في الكلمة دي, think التي. إذا ترو اللي أنا بقوله ده كلام حقيقي ولا كلام متفبرك, كلام سوشيال ميديا. إتش, إز إت هيلبفول ولا لأ, هتفيد الناس ولا مش هتفيد. إز إت إنسبايرينج, هتعمل لهم كده انتعاش وتبهجهم ولا لأ ولا محبط. إز إت نيسيسري, محتاج أقولها ولا مفيش داعي. ساعات كتيرة قوي كلمة بنطلعها وتعمل لنا مشاكل على الفاضي زي ما قلنا. Is it kind? يعني لازم في الآخر تفكر إن اللي أنت بتقوله ده يبقى بيساعد الناس, بيعمل لهم inspiration, مهم إنه يتقال, وفي نفس الوقت بطريقة kind. Be interested, لو عايز تعمل علاقة مع حد وري له إن أنت مهتم, أنا عايز أعرفك عشان كذا, أنا حابب أعرفك علشان كذا. أوكي, وفي نفس الوقت هو لازم يلاقي عندك حاجة تقدر تديها له. أوكي, value relationship not ego. عشان كده لازم نليف our egos outside our relationships, وإلا مش هتنفع هذه relationship. لازم كمان ناخد ثقافة الاعتذار. الواحد لما يغلط
يعتذر ويقول والله انا عملت ده لحظه كده، كان عندي بقى الهاي جاكينج والبرين ستيم كان شغال، والصبح انا كنت صاحب الرايت برين وانت طلبتي الفلوس، او مثلا قلت مصاريف المدارس وده مش وقته ومش اول الشهر والكلام ده كله. ف وي هاف تو، لازم كمان نتامل الطبيعه. المديتيشن مهم جدا علشان نحقق اللي احنا قلناه ده. اوكي، دي بعض الاسباب اللي تخلي العلاقات تفشل الحقيقه برضو، يعني مفيش داعي نخوض في التفاصيل، لكن لو علاقه مش واقعيه ما فيهاش التناغم والتعاطف بين الطرفين، اللي هو انك تلبس الشوز بتاعه الاخر، او واحد عنده لو اي ايموشنال انتليجنس اماتيورلي، يعني هو عقله مثلا المشاعري 20 وهو سنه 50 سنه، ديبندنسي اور كو ديبندنسي، واحد على طول عايز انت اللي تعمل له، مش هو مش هيعمل لك حاجه فهيحط عليك عبء ملوش لازمه. inability to assert own needs، زي ما قلنا assertiveness انك تكون حازم وحاد وقاطع وواخد قراراتك مظبوط. مفيش تواصل او ineffective strategies for conflict resolution، يمكن مره نتكلم على conflict resolution والcritical thinking، لكن حل المشاكل مهم جدا ان يبقى فيه طرق فيها win-win situation، نقدر ننيجوشييت، نقدر نوصل لحلول عقلانيه بتناسب اعمارنا. بيرسوناليتي ديفرنسز، لازم نراعي انه احنا مش زي بعض، يعني الزوج اللي جاي من بيت والزوجه اللي جايه من بيئه او من جنسيه وجنسيه لازم يعرفوا ده ويتعاملوا بيه لغايه الديفرنت مايند مابس والمايند سيتس ما تعمل انتراكشن وتتحد مع بعضها. This is a carrot cake, one of the best cakes الحقيقه، بتعمل بعين الجمل واللي فوق ده icing sugar. ايه اللي بيخلي بقى فيه effective relationship؟ ان يكون فيه بالتبادل منفعة reciprocity. skills، يبقى فيه dynamic skills. establish empathy and use questions، لازم نتناقش نتفاعل نتواصل. يبقى فيه حب، الناس تعرف انه relation دي زي ما قلنا win-win، انا وانت مستفيدين من هذه الrelation، مش واحد عمال ياخد والتاني ما بياخدش، واحد في جيبه 10 ريال والتاني 5 ريال بيقول له نحطهم على بعض ونقسمهم، ما اللي معاه 10 خسر. فلازم احس ان انا دايما كسبان في العلاقه. ريليشن اوفر تايم، لازم كمان اربط العلاقه دي مع الوقت، ان يبقى في كونتينيوتي اوف ريليشن شيب، مش مثلا ما اسالش عليه بالتليفون الا لما يكون عايز حاجه، لا، يبقى في سؤال دائم، كونتينيوتي اوف ريليشن شيب. وبيل تراست، اللي هو الكريدت اللي يخليك لما تعمل موقف نقص ولا كذا انا هالتمس لك الاعذار، لان انا خلاص عندي تراست فيك قبل كده كتير قوي. اوكي، انجيج ان اكستشينج، لازم دايما يبقى في التواصل، التبادل، المنفعه زي ما قلنا، الكوميونيكيشن، الحب، كل ده. تمام، نسيبنا من الكوميونيكيشن، خدناها قبل كده. دول ال 10 tips of building exponential relationships with colleagues at work. طبعا برضو خليني اسيبها لكم دي للايه، للحوار مع النفس، مهمه قوي العشر نقاط دي عشان طولت عليكم. This is called chocolate marquise cake، دي بتتعمل بارده في القالب بتاع الكيك. اخر حاجه الايموشنال كوتشنج، ازاي انا اعمل كوتشنج لماي ايموشنز، يعني ازاي اتحكم فيها واوجهها واجندها علشان خدمتي. اوكي، we have to develop our own emotional capabilities وكمان to resolve differences بيننا وبين الاخرين، وزي ما قلنا solve problems وان شاء الله نتكلم عليها في وقت تاني، وان communicate effectively and become motivated. لازم يكون عندي سبب بيوديني كل يوم الصبح الشغل وانا مبسوط ان انا هعمل ده، هسوي ده، هقابل فلان، هتكلم في الموضوع الفلاني، هنتناقش في الكتاب الفلاني اللي قلنا عليه كده. الحاجات دي مهمه قوي. فالكابابيلتيز في منها سكيلز، بيهيفيرز، وكواليتيز، ودول اللي احنا قلنا عليهم الفرق بين السوفت سكيلز والهارد سكيلز. الهارد سكيلز بنتعلمها في المدارس او في الكليات، لكن السوفت سكيلز بنتعلمها من الناس، بنتعلمها من الحياه. اوكي، فدول مثلا احد هذه السوفت سكيلز المهمه قوي، الاكتيف ليسننج والى اخره، والكوميونيكيشن والانجيجنج والانفلوينس والبرسويشن والكلام ده. تمام، البيهيفيرز
لازم ابقى بوزيتيف، يبقى عندي هاي ايموشنال اند سوشيال انتليجنس، ابقى نون جادجمنتال، ما احكمش على الناس بالافعال او باللي انا بشوفه، لازم يعني اتبين الحقائق، اوكي، ما افضحش اسرار الناس، ما اتكلمش من وراهم، زي ما قلنا او ذا ريليشن شيب اكتر من الايجو، وطبعا دائما يبقى في التواصل اللي بيخلق التراست، اللي بيخلق الكونفيدنس، وكمان الريسيبروكال بينيفيتس اللي موجوده. اوكي، دايما العلاقات اللي ما فيهاش سنس اوف هيومر، ما فيهاش دبلوماسي، ما فيهاش زي ما بيقولوا ايه يعني وين وين، بتخسر او بتبوظ، فلا بد يبقى العلاقه مبنيه على ده، وده اللي بيحدده قد ايه انا قادر احتوي الشخص الاخر، قد ايه عندي ايموشنال انتليجنس متوافق مع العمر العقلي، قد ايه انا واثق من نفسي وعندي الباشن اني انا اكمل في هذه العلاقه علشان انا حابب اللي قدامي ده، سواء كان زميل ولا زوجة ولا ابن ولا ابنة ولا أي حاجة. فالكي رول of the e-coaching إن أنا أأسس اللي قدامي، أيدنتفاي النيدز بتاعته وبتاعتي، أعمل بلانينج علشان أنفذ، ولما أنفذ أعمل فيدباك علشان أقيم الريزالتس بتاعتي. أوكي؟ طبعاً السكسس في الآخر والبرودكتيفيتي بيبقى متوقف على الاي كيو زي ما قلنا زائد الايموشنال انتليجنس. This is the triple moist cake، ودي كانت اخر حاجه. طبعا اكيد في اسئله او استفسارات او خبرات ومنتظركم.